فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم قول القائل في الدعاء وفقك الله إن شاء الله؟ وإذا كانت غير جائزة، لا حاجة إلى قول إن شاء الله، وفقك الله يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستثناء في الدعاء، أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لا يستثني، بل يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. نعم.